وهكذا يا أعزائي وجدت أمي سيسي السيسية عصفورها العزيز. وبينما كان الجميع يرقص ويغني في جو ملؤه الفرحة في بيت الأرنب أرنوبة، دخلت بنت صغيرة اسمها هيلة رفقة خالتها مفيدة. وهيلة تسكن في الرحبة، بيتها قريب من بيت الأرنوبة. تقدمت هيلة نحو الصرصارة الجميلة حرحبة وهنأتها وأهدتها كيسا كبيرا مملوءا بالسكر والحلوى. ثم دعت خالتها مفيدة وبقية الحاضرين لمصاحبتها في أغنية حرحبة. Bye.